انا كنت شايف ان كولر قبل المباراه مهزوز قبل الماتش قبل المباراه. انا النهارده مش طبيعي ان المدير الفني للنادي الاهلي مع احترامي يعني ينزل الملعب ويلف الملعب مرتين ثلاثه بيحيي الجمهور قبل الماتش قبل المباراه. اتفاهم ده بعد المباراه، ولكن قبل المباراه يعني. لما تكسب بقى، وحتى لو لا قدر الله حتى لو كان في هزيمه ممكن تروح تحيي الجمهور ان هم جم وازروك ايا كان نتيجه المباراه ايه، ولكن قبل المباراه قبل المباراه انت عندك شغل تاني خالص. انت بتلعب سان داونز وبتلعب فريق زي ما انت بتقول وزي ما كابتن حماده كان بيقول عندك في عندك معاه حاجز نفسي. فعلا الحاجز النفسي دلوقتي بقى مؤثر جدا. دلوقتي الجمهور سان داونز خلاص بقى بالنسبه له يعني حاجه مشكله كبيره جدا بالنسبه للاداره بالنسبه للعيبه بالنسبه للجهاز الفني. لا بقى في حاجز فني كبير، ولكن سان داونز بقى وتجربه سان داونز يعني انا بقى مختلف في حاجه. لا سان داونز غير اورلاندو خالص. سان داونز الناس دي هو كان حاجه بيحكي موقف اللي هو تشابه. لا انا فاهم بس انا بتكلم يوري المدير الفني عمل ايه. انا بتكلم على انا فاهم لا انا فاهم بس انا بتكلم مع احترامي لاورلاندو. سان داونز دلوقتي لا سان داونز فرقه محترمه. سان داونز على فكره لو جينا بصينا لعناصر الاهلي وفي عناصر سان داونز عناصر الاهلي تتفوق طبعا كعناصر، ولكن كفرق الكوره وكنظام لعب وتكتيك ومدير فني فاهم ده لا يقلل من كولر، ولكن انا بتكلم على منظومه النادي. عارف يا كابتن اللي هو النادي اللي يقول لك ايه الناشئين بيلعبوا بنفس الطريقه والفرقه انت النهارده غاب كام لعيبه كام لعيب قلنا اربع خمس لعيبه من فريق سان داونز. اللعيبه اللي بتنزل ممكن تكون بعيده في المستوى اللعيبه الاساسيه وكواليتي اقل بس نفس السيستم. سان داونز بيلعب بنفس السيستم نفس الكواليتي اقل فالنتيجه بدل ما كانت خمسه قبل كده بقت واحد مثلا او لما اتعادلوا هنا وجابوا اهداف ما يقدروش يجيبوا اهداف النهارده الكواليتي اقل شويه ولكن سيستم اللعب هو هو. طيب النهارده برده في نقطه مهمه جدا. انت النهارده القصه بتاعت التدعيم، انت النهارده لما بتيجي تدعم وتيجي تقول انا دعم، تدعم ايه؟ هو الاهلي عنده كام لعيب؟ الاهلي عنده 30 لعيب، 30 نجم، الاهلي عنده ثلاث فرق ممكن النهارده مع احترامي يعني الثلاث فرق يلعبوا سان داونز. ولكن انت عندك مشكله انت بتدعم ازاي؟ وبتستخسر في ايه؟ انا النهارده الاهلي هيروح النهارده يروح يجيب ثلاث اربع لعيبه وخمس ست لعيبه، انت عايز فروت. انت دلوقتي كاهلي عايز فروت. النهارده لما جالك بيتعرض عليك موليكا ب 4 مليون دولار، اشتري موليكا ب 4 مليون دولار. كتير لان هو ده مشكلتك. حلو تمام همشي معاك كتير واستخسرت الرقم خسرت بطوله ب 4 مليون دولار بطوله واحده من ست ماتشات. انت على فكره مش عارف يعني صعب يعني ب 4 مليون دولار يعني ب 160 170 مليون لعيب في الكوره الغالي ثمنه فيه. النهارده هو انت امام عاشور جايبه بكام؟ جايب كام امام عاشور؟ ايام ب 3 مليون دولار 3 مليون دولار جايب امام عاشور ب 3 مليون دولار لعيب مصري جايبه 3 مليون دولار. طيب انا النهارده الفرود اللي هو خدوا فلوس حمدي فتحي حطوها في ايام كان بقى لا ما لهاش علاقه. انت النهارده طلعت من خزينتك 3 مليون دولار ايا كان يعني طب انا اقول لك على حاجه طب ماشي طب انت محمد شريف ما تبعته 2 مليون دولار مثلا مثلا يعني وبعت لعيبه كتير. طب وانت النهارده مودست ده هو مش حرام واحد زي مودست ده يكلف النادي الاهلي مثلا مليون و500 الف دولار مثلا؟ حرام حرام الفلوس دي فلوس اتربت في الارض. بص يا كابتن احنا من مودست اول ما جه قلنا ان ده ان شاء الله يبقى لعيب كويس يبقى مؤثر لا اول ما جه ما قلنا لا يعني نشوف الاول لعيب جاي من بروسيا دورتموند من الدوري الالماني ان شاء الله يبقى ليفل كويس ويبقى مؤثر. بس يعني انا بشوف ان اي فرصه ياخدها مودس دي حرام يعني من اول المباراه دي بقى كده كده خلاص. اي فرصه ياخدها مودس على حساب كهربا على حساب صلاح محسن على حساب المهاجم اللي هيجيبه في يناير لان انت لازم تجيب مهاجم في يناير دلوقتي حتى لو مهاجم مصري ممكن ما تقدرش تجيب دلوقتي مهاجم اجنبي لان يعني المهاجم الاجنبي معناه ان انت لازم تخرج حد من اللعيبه الاجانب وانت اساسا عندك القائمه مكتمله ومخرج لعيب لسيراميكا القندوسي واحد مكسر الدنيا اهو. فانت النهارده كده كده فكره الاجانب ومودس عشان تفسخ عقدك معاه محتاج تديله عدو بالكامل او تديله الفلوس كلها الا لو انت بقى تواصلت مع مودست ده الاتفاق. بس اعتقد ان هو بكلام كولر في المؤتمر. طب هو مودست مين اللي جايبه؟ كولر؟ كولر طبعا. كولر اي طبعا اللي اصر عليه. اقول لك ليه؟ اقول لك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في لعيبه كتير مرشح منهم بقى موليكا وسوزا واللعيبه دي. في لعيبه هو راجل وافق عليها وما فيش الا على اثنين موليكا وسوزا. الاهلي لقى موليكا غالي جدا وسوزا زي ما عارفين القصه بتاعته نادي تراجع بعد ما المدير الفني اتغير وبتاع. فالراجل قال لهم لا طب انا بقى الناس الثانيه دول مش عاجبني مع ان كان فيهم لعيبه مهمه جدا وكان فيهم لعيبه قويه جدا جدا. قال لهم لا طب انا هشوف انا مع السكاوتنج بتاعي ومع محلل الاداء بتاعي. طلع بمودست. لا ما ينفعش يتهرب دلوقتي مودست هو اللي جابه هو اللي جابه. واحنا على فكره لما جابوا مودست الجمهور كان طاير بمودست جبنا اهداف مع ليفركوزن ومع بروسيا. لا انا بتكلم كمان على الاشاده بمودست وكل الناس نقلت الاشاده ونقلت ان النجاح في التعاقد مع مهاجم بالكواليتي ده لكولر. لا لما الراجل يفشل نقول ان كولر فشل. ما نروحش نقول بقى ايه اصل لا كابتن خطيب اصل لجنه تخطيط اصل مش عارف ايه. لا هم مالهمش دعوه اللي جاب اللعيب ده كولر. اصل يجي دلوقتي يقول لك لا اصل ده المهاجم المتاح. لا يا عم كولر انت اللي جايبه ده احلال نقال من كولر. كولر مدير فني كبير مدير فني محترم في الموضوع الصحفي قال لك لا اصل ده المهاجم المتاح قدامي. متاح قدامك ايه ما انت اللي جايبه وانت اللي جايبه واصريت عليه وقلت والناس على فكره
كان في اعتراض كبير جدا على مودست من اداره من بعض مسؤولين النادي الاهلي. والله طبعا ناس كتير قالوا له سنه كبير. على فكره قصه السن في الاهلي من الحاجات اللي بتوقف صفقات كتير جدا. يعني عايز اقول لك ان مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري اكتر من مره وقفت صفقته بسبب ان هو سنه كبير. ولاعيبه كتير هقعد ده عمر كمال عبد الواحد اللي الاهلي دلوقتي يعني هيدخل فيه بقوه في وقت من الاوقات الاهلي رفضه قال لك سنه كبير. ولاعيبه كتير كده. فقصه السن في النادي الاهلي دايما بيحبوا ينزلوا بالاعمار وكده. اللي اصر على مودست كوره.